بنشوفه ساعات بيبقى محمر شوية عن كده، او بناكله في المطاعم بيبقى مصفر شوية عن كده. بص يا ست الناس، في مطاعم بتحط له بودرة الزعفران او اللي هو اللون الاصفر بتاع الاكل، دي حاجة. المحمر شوية ده يا اما بيحطوا له طماطم في الضرب، يا اما بيحطوا له معلقة صلصة صغيرة علشان يطلع لك بالشكل واللون اللي انت بتشوفيه. بصي ده القوام اللي انا عايزاه كده للي بالشعرية، ما يبقاش اتقل من كده. شايفة؟ ادي القوام اللي انا عايزاه للشعرية.